السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ جبريل الغلمية. من خلال هذا الفيديو إن شاء الله راح نتعرف على كيفية قص الصور من خلال برنامج الرسام. لاحظ معي الصورة الموجودة أمامنا على سطح المكتب. نختار نضغط على زر الفارة اليمين ونختار اللي هو الأوبن ويذ، ونختار برنامج الرسام. لاحظ معي صورة لشخص معين، مجموعة من الصور لهذا الشخص. بدنا نقوم على أخذ هذه الجزئية من هذه الصور من خلال أمر أو زر سيلكت. بنختار الخيار الأول، وباستخدام الفارة بتقدر تتحكم بقص الصورة أو المقطوعية التي أنت ترغب في أخذها. بدنا نأخذ من هذه الجزئية مثلا لغاية هون. لاحظ معي انه تحدد من خلال الفارة، تحدد اطار على الصورة المعنية. برضو من خلال زر الفارة اليمين نختار، تظهر لنا مجموعة من الخيارات، بنختار منها اللي هو القص الكت. لاحظ معي تم اختفاء الصورة. تمام، من خلال الزر الموجود امامنا بنختار اللي هو ناو اللي هو جديد، وباستخدام الكيبورد بنختار كنترول زائد في اللي هو اللصق، بيتم لصق الصورة. لاحظ معي الصورة الموجودة أمامنا. طبعا لاحظ أنه في على الصورة إطار كامل على الصورة، تقدر أنت تتحكم بعرضها أو طول الصورة من خلال السهم الموجود أمامنا اللي هو الفارة. بقدر أنا أتحكم فيها مثلا بالحجم هذا أو أصغر أو أكثر. طبعا انا بقدر اتحرك بالصوره زي ما بدي، مثلا اتفرج بقدر اوديها على اليمين على اليسار او بالوسط، ترجع على رغبه الشخص الذي يقوم على قص الصوره. بدنا نقوم على حفظ هذه الصوره من خلال الزر الموجود بالاعلى، وبنختار سيف اس. طبعا بنحدد الصوره باسم، مثلا بنسميه باسم جبريل مثلا، وبنحدد مكانه اللي هو على الديسكتوب على سطح المكتب. طبعا تقدر من تحدد كنوع مثلا صيغة لفتح هذه الصورة من خلال الصيغة الموجودة أمام. راح نختار هذه الصيغة، احنا راح نعطيه سيف، نعطيه تم الخروج هون. لاحظ معي الصورة الموجودة على سطح المكتب، سنقوم على فتحها. تمام، الصورة الظاهرة أمامك وهيك تم أخذ الصورة بشكل كامل، والله يعطيكم العافية.